بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعرض موسم الرياض في نسخة الخامسة. أول شيء موسم الرياض هالسنة يتكون من 14 منطقة ترفيهية، 11 بطولة عالمية، 10 معارض ومهرجانات، وأكثر من 4200 عقد، وأكثر من 2100 شركة، أكثر من 95% منها شركات سعودية محلية، وعلى مساحة 7,200,000 متر. الموسم بينطلق 12 أكتوبر إن شاء الله بحفل كبير، لكن بنبدأ الموسم يعني الاستعدادات للموسم، وفي فعالية مصاحبة قبل الموسم اللي هي السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك. حفل الافتتاح بيكون مع الشركة العالمية بيسبول، وبيكون الإيفنت ملاكمة، الأندس بيودت بطولة العالم للملاكمة أرتور وبافل. موجود أيضا في كيندم أرينا الريماتش بين تايسون فيوري وأوزيك، حيكون في 21 ديسمبر إن شاء الله. الأفنيو هذا مبنى جديد، منطقة جديدة في موسم الرياض، قريبة من الكيندم أرينا، على مساحة 9,425 متر، الطاقة الاستيعابية 8,000 متر، عدد الفعاليات 7 فعاليات موجودة فيها. واحدة من أهم الإيفنتات اللي راح تكون فيها هذه السنة كأس موسم الرياض للتنس الملوك الستة، هذا بيكون أهم واحد من أهم الأحداث. بنشوف لعيبة التنس المصنفين الستة الأوائل على مستوى العالم في حدث جدا مهم للأزياء والموضة وللنساء بشكل خاص. تعاون موسم الرياض مع المصمم العالمي العربي إلي صعب، احنا كلنا عارفين لما وقعنا مع إلي صعب بداياته كانت من الرياض سنة 82 ميلادية، والآن يرجع للرياض مرة أخرى في حدث اسمه ألف موسم وموسم، راح يكون حدث مختلف جدا وعالمي في مجال الموضة والأزياء. في الليلة اللاتينية كرت ملاكمة مكسيكي في أهم نجوم الملاكمة في المكسيك وفي أمريكا، في أمريكا الشمالية والجنوبية والعالم، ومصاحبة معها حفلة لاتينية. بعدين جوي أورد، جوي أورد هالمرة راح يكون في الأفنيو، وراح يكون عدد الحضور متضاعف تقريبا 7 أو 8 مرات. أول مرة في الشرق الأوسط الباور سلاب، هذه من البراندات اللي شراكة مع اليو اف سي. مهرجان جائزة التسويق الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط راح يكون لأول مرة في المملكة العربية السعودية في موسم الرياض. بعدين في نزال يو اف سي مهم، هذا النزال راح يكون مختلف عن الكرت اللي حصل آخر مرة في موسم الرياض، راح يكون كرت كبير بنجوم أكبر، راح يكون إن شاء الله في شهر تقريبا فبراير سنة 25 إن شاء الله. بعدين لأول مرة في الرياض وثاني مرة في المملكة حدث الـ WWE يومين وراء بعض، الكراون جول والراو. الآن ننتقل لمنطقة جديدة، مو جديدة يعني مطورة، اللي هي بوليفارد وولد. عدد المناطق صارت 19 منطقة بزيادة 35%، عدد الفعاليات الجديدة 21، المناطق الجديدة 5، المطاعم والمقاهي 300، والمحلات 1400 بزيادة 18% عن العام الماضي. أبرز الدول الجديدة 5 مناطق، أول واحدة المملكة العربية السعودية، تركيا، أفريقيا، إيران، وكورشفيل. منطقة كورشفيل أنا بشرحها يعني بشكل سريع، منطقة ثلجية مغطاة بالكامل، فيها الآن جالسين نقفل مدرسة تزلج، وفيها يعني تجربة على مدار اليوم مختلفة تماما تعطيك الشعور في مناطق التزلج العالمية. الآن ننتقل للبوليفارد سيتي، 70% فعاليات جديدة، 40 فعالية، 12 حفلة غنائية، 11 مسرحية، 25 مطعم ومقهى. أهم التجارب تجربة هاري بوتر هذه السنة. هاري بوتر وقعنا معهم اتفاقية زي اليابان وزي أمريكا، هذه السنة إن شاء الله تجربة جدا مختلفة على مساحة كم يا دكتور راكان؟ أكثر من 20,000،
25 ألف متر. هذه بتكون واحدة من أكثر التجارب زيارة نتوقع لها إن شاء الله هذه السنة. تجربة شبه حياة، منطقة كاملة على مساحة أكثر من 8000 متر، زومبي، تجربة زومبي سعودية، ستاند اب كوميدي مارتن لورنس النجم العالمي الكبير، حفلة عالمية هانز زيمر، تجارب، هذه كلها التجارب الجديدة، بطولة السنوكر اللي مخصصة لموسم الرياض، الكرة الذهبية 167 الاديشن الخاص موسم الرياض، وكلنا عارفين ان هالسنة الجائزة مدبلة لانه ما قدروا يجيبون الكرة الذهبية السنة اللي راحت. بطولة البادل العالمية، الشراكة مع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، تجربة زي الأكاديمية للبادل بتقنية عالمية جديدة. موسم الرياض تملك هذه السنة واحد من أكبر مجسمات الديناصورات الحقيقية في العالم، 12 مسرحية ما بين خليجية وعربية وعالمية. في ظل حرص موسم الرياض، حرصنا كلنا على مكافحة التدخين، العلامة هذه تعاقدنا معها راح يكون لها ستور رئيسي جوا موسم الرياض. الستور الرئيسي هذا راح يوفر كل المنتجات بالسعر الطبيعي، بيصير في توقيع كبير بين شركة صلة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وإحدى الشركات الوطنية الحبيب لاستثمار منطقة في البوليفارد لمكاتب أعمال وتجارية وأيضا أوتيل. تم الاستفادة من مجسمات الطائرات التي لا تستخدم القديمة بشكل جديد وبشكل حديث في وضعها في زون فيه مجموعة من التجارب، والمطاعم إن شاء الله تحوز على رضاكم، مطاعم بعضها محلية زي عم حسين ومطعم البرجر عالمي. وينتر جاردن واحدة من أهم المناطق لأبنائنا وبناتنا، مساحة هالمرة أكبر وبتجارب أكبر. فيا رياض في أبديت وتحديث جدا كبير فيه، راح يبدأ مع الموسم باستبدال بعض المطاعم، باستبدال بعض المحلات، بتغيير نظام السينما وإتاحة أكبر عدد من الزوار وتسهيل للزوار في السينما. هنا هذا حدث عالمي راح إن شاء الله نعلن عنه في باريس قريب، كريستيان ديور الميوزيوم حقه بعد باريس ونيويورك حيكون في المملكة العربية السعودية في المربع في المتحف إن شاء الله. جروفز منطقة جديدة مطورة، هي العادة معنا جروفز يمكن من 3 سنوات نجاح، هذه منطقة جديدة بتكون في ضواحي الرياض، عبارة عن تجربة يعني اللي زي العربيك نايت. يعني برنامج الحصن له فترة موقف، والآن صار فيه عقود جديدة مع شركة صلة ومع جية، بيستأنف البرنامج مهرجان الكلاب، الطاقة الاستيعابية 5000، أكثر من 4 فعاليات، 6 مطاعم و5 متاجر. طيب الآن ندخل على المناطق المجانية، أول منطقة حديقة الحيوان في الملز، المنطقة الثانية حديقة السويدي، هذه نهتم فيها في ثقافات إخواننا المقيمين في المملكة العربية السعودية. في مبادرة من موسم الرياض راح يخصص يوم سيتم تحديده، وقسم الاتصال في موسم الرياض اليوم هذا راح يكون مخصص بالكامل لأبناء شهداء الواجب وجمعية أيتام في منطقة بوليفارد وولد ووندر جاردن مجانا لهم. وهذا التايم لاين لموسم الرياض، هذه الأحداث فقط اللي قاعدين تشوفونها جزء من الأحداث فقط الكبرى في موسم الرياض هذه السنة. من أهم